شام تمرم با نه آخه بزن العالم بطرانا نركب الخبز هون لك قديش طلعنا واستعفي بالأرض بدل العالم بتعطي لحدا بتكبن منين الخبز عم يجي؟ مساعدات فاتت للناس وانتو ما استلمتوا شي؟ لا لو في لو استلمنا شي فينا ما كنا اجينا لهون لنقل خبز وناكله من وين انتو؟ احنا من الحجر كل عمل هدنة الا الحجر ما عملت هدنة وانت شو عم تعمل كمان؟ هذا اخي عم يلمع الخبز لكن نحطه مع الشوربة عم نعمل كيف عايشين انتو؟ عايشين بس على شوربة المي على شوربة البهارات على بهارات الاندومي والماجي قدي صلكن على هالوضع؟ أنا فترة على شئنا سنة أهلكم موجودين؟ عندي أبي بس أمي طلعت لبرا وعصيت ومعها دفتر العيلة ما قدرنا نطلع كرت لنجيب كرتونة وأبي ضايع هويته ما في شيء يثبت على شخصيته إنه مع قبل الثورة ضاعت هويته ما معه شيء يثبت قديش عمرك انتي؟ عمري 10 سنين شو بتتمني؟ بتمنى يرجع الأوضاع مثل ما كانت ناكل كل شيء ونشبع مو مثل هلأ الواحد ينام جوعان يفيق جوعان ما عدتم ما بتاكل بتاكل من هون الجوع من هون ما تستحمل العيشة أمي طلعت من الجوع بس رحنا بدنا الصبر كل الثورة بيصبر إسا بيصبر بالجوع وبهالشي بيصبر إسه يعني انتو ما معانا حدا معانا الله يعني انتو صابرين هلا؟ صابرين الله بيفرجه شو بتوجهي رسالة للعالم اللي تخلت عنكم؟ بوجه لشي ما بلا كله طلع تركنا شو مين ضل معنا؟ كنا عيلة الخطيب رحنا ما أكبره بس كله طلع تركنا هون ما بحكي للعالم إلا الله يهنيه